وللحديث عما يواجهه نينوى معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد السيد جوزيف صليوة النائب السابق عن قائمة الوركاء الديمقراطية. مرحبا بك معنا سعادة النائب. تحياتي طيبة لكم. شكرا. أهلا وسهلا بكم. اتهمتم في تصريحات لكم جهات رسمية لم تسموها بمحاولة إحداث تغيير ديمغرافي في مناطق سهل نينوى. ما شكل هذا التغيير الديموغرافي الذي تتحدثون عنه؟ أولا بمناسبة قدوم العام الجديد عام 2021 أتقدم بتحياتي الطيبة وتمنياتي أن تكون العام الجديد عام سعادة وسرور على العراقيين وعلى كل الإنسانية. فكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير إن شاء الله. سيد الكريم، سهل نينوى يتعرض إلى سياسة ناعمة من أجل تغيير هويته العراقية التعددية وهويته الكلدانية السريانية الأوشورية الخصوصية المسيحية إلى تشييعها، وذلك من خلال بعض المجاميع هي مرتبطة بتوجهات إيرانية خالصة، ألا وهي من مكون الشبكي. هؤلاء يقومون بسلوكيات غريبة على أهالي المنطقة، ويتواجدون في مؤسسات الدولة، يستغلون مواقعهم الرسمية من أجل إحداث هذا التغيير ومن أجل تغيير هوية المنطقة ذو أغلبية كلدانية سريانية آشورية. نعم. مسيحية أو عراقية التعددية إلى شيعية، وذلك من خلال أساليب مختلفة، منها نعم ترهيب الناس وجعلهم أن يتركوا المنطقة حيث لا يشعرون بالأمان، وتارة من خلال بعض الممارسات الشعائر الدينية السائقة درجة المعقولية فيها، حيث يتم هنالك يعني زرع أعلام في مناسبات دينية شيعية بمستواها الغير طبيعي. يعني نحن جميعنا نحترم كل الشعائر الدينية أيا كانت، ولكن حينما تتحول إلى الاستفزاز وتتحول إلى تخرج من إطارها الطبيعي تؤذي الناس. طيب سعادتنا، من الجهات حتى نستثمر الوقت معك التي تحاول إحداث هذا التغيير الديموغرافي؟ هل يمكن أن يصل الحال كما وصل بكردستان العراق وكما أشرتم في تصريحات لكم سابقا؟ نعم، بدون أدنى شك هذه الجهات هم يعني هي مجاميع شبكية شيعية يعني تعتمد بأوامر إيرانية خالصة في المنطقة. وأيضا ترصد أموال طائلة من أجل شراء أراضي زراعية في المنطقة، ومن ثم تتحول إلى مناطق سكنية، يأتون بمجاميع شيعية أيضا خارج المنطقة لكي تكتظ بالأخوة الشيعة، ومن ثم تتحول إلى الشيعية. وبعض الآخر تأتي بعض الكتب الرسمية من داخل مؤسسات الحشد الشعبي إلى مدراء بلدية هذه المنطقة، ليتم التوزيع على أراضي، قطع أراضي على عوائل يعني شبكية أو عوائل شيعية وهي ليست مسقط رأسهم. هذه الممارسات كلها تحدث من خلال يعني مجاميع شيعية مرتبطة ب أجندات إيرانية، سواء كانت عربية أو شبكية تحمل الجنسية العراقية. كيف تقيمون دور الحكومة تجاه هذه القضية؟ هل الحكومة تحاول تمرير هذه المخططات أم أنها لها موقف آخر؟ في العلن وأمام المحافل الدولية تدعي أنه خصوصية المسيحيين الكلدان السريان الآشوريين هي محفورة، ولكن على أرض الواقع ومن خلال هذه السياسات الناعمة تغض النظر، لا بل تشجع هذه المجاميع التي تعتمر بأوامر إيرانية وتساعدهم في تمرير هذه الأجندات.
وكذلك حينما تصلهم شكاوى تخص ما هنالك هذه الممارسات من مضايقات واعتداءات، ايضا ليس هنالك اي خطوات رسميه او ملموسه على ارض الواقع لدرئها وحمايه المواطن العراقي الكردان السرياني الاشوري المسيحي في المنطقه. يعني تغض النظر بكل اساليب ولكن تدعي انه هي تحمي المواطنين العراقيين للاسف. نعم. طيب سعاده النائب، المرصد مرصد افاد اتهم ديوان الوقف الشيعي وبحمايه من ميليشيا الحشد بالقيام بمسح وتفتيش بمناطق واملاك خاصه لتقصي ما اسموه طريق السبايا الذي يصل العراق للشام. ما الهدف من رسم هذا الخط وفتح هذا الطريق برايك؟ هذا هو اسلوب اخر، وكانه يعني كلما اينما تطأ أقدام شيعية في المنطقة يجب أن تبقى يعني يكون ولائها للشيعة وتشيع الأرض وتشيع المنطقة. هذه أساليب يعني مخيفة حقيقة ومرعبة. يعني لا يمكن إذا أنا ذهبت إلى أسطنبول وأقول أن أسطنبول جوزيفيشا يعني معذرة. فهذا ضيق افق التفكير وهذا التطرف وهذه العنصريه مزروعه في عقول بعض المجاميع للاسف الشديد، وكما حدث في الاقليم او في شمال العراق، وبحيث هذه المنطقه معروفه للجميع هي متعدده القوميات وتعود اذا رجعنا للتاريخ هي اشوريه، ولكن اليوم أصفيت لها صورة وكأنها هي كردية بحتة، وليس هنالك لا قرى عربية تابعة لهذه المنطقة. نعم. ولا هنالك كردان سريان آشوريين ولا تركمان ولا يزيديين، يعني هذه الأساس عنصرية بحتة يعني عجيبة غريبة ويعني مخيفة حقيقة. يعني هي مخيفة كما تفضلتم. ما الآثار التي ستعكسها هذه المشاريع من إعلاء النعرة الطائفية أكثر فأكثر في العراق برأيكم؟ يعني بدون أدنى شك سوف يكون هنالك ردة فعل من طرف الآخر، أي من تمارس بحقه هكذا ممارسات عنصرية، وبالتالي سوف يلجأ إلى قوى خارجية، ولن تستقر المنطقة إلى ما لا نهاية، وهذا ما لا نريده. نحن نريد أن يكون العراق عراق الجميع بكل مكوناته، بكل أديانه، بكل أطيافه، بكل قومياته، ونسعى إلى التعايش السلم الحقيقي الذي نحن نريده وليس الذي هم يدعونه، لأن هنالك تعايش سلمي هم يدعونه بحيث يخضع الآخر ويطعن الآخر بهكذا سلوكيات وهكذا تصرفات، ولا أعتقد هذا الأمر سوف يستمر، وبالتالي المنطقة سوف لا تستقر إلى ما لا نهاية. النائب السابق عن قائمة الوركاء الديمقراطية من بغداد سيد جوزيف صليوة، شكرا جزيلا لك.